شيخنا بارك الله فيكم، عندنا بعض الطلبة يتكلمون في شيخ ربيع والشيخ عبيد، ويقول مثلا الشيخ رسلان مقلد ويقلدون الشيخ ربيع، وكذلك الشيخ منكم أنتم كذلك الشيخ طلعة الزهران والشيخ خالد عثمان، هؤلاء يقلدون الشيخ ربيع يخافون منه يعني. نعم. يعني إذا ما بدعوا من بدعه شيخ ربيع، يعني لا بدعهم شيخ ربيع، يعني شيخ ربيع هؤلاء يقلدونه يعني. نعم. ما مصلح يعني من يخرج هذا القول يعني. هو طبعا هذا القول يبدو أن وراءه شيطان، شيطانا يقوله أن هؤلاء الناس من أهل العلم، سواء كانوا المشايخ الذين ذكرتهم أو طالب العلم مثلي، نحن نتبع الشيخ ربيع ولا نقلده، نتبع الشيخ ربيع فإن الشيخ ربيع عادته ألا يجرح أحدا إلا بدليل مفصل، وبالتالي حين نتبعه فإننا نتبع الدليل الذي ساقه لنا الشيخ ربيع. وهم يدعون هذا الكلام ويؤذون أنفسهم، فإنهم يؤذون الشيخ ربيع ويؤذوننا بهذا الكلام، فليأتوا لنا بمثال واحد قلدنا فيه الشيخ ربيع في مجروح من دون دليل، ولن يستطيعوا أن يأتوا بدليل واحد. فالشيخ ربيع جرح عبد الرحمن عبد الخالق مثلا، وجرح سلمان العودة وسفر الحواري، وجرح علي الحلبي، وجرح يحيى الحجوري، وهؤلاء الناس بدعتهم منشورة معلومة ظاهرة الآن جلية الآن، وجرح أبا الحسن المأريدي وبدعته الآن ظاهرة جلية، فليذكر لنا مثالا واحدا جرحه الشيخ ربيع من دون دليل، وليذكر لنا أننا اتبعناه في هذا. هذا كله باطل وهذا كله غلط. نحن نتبع الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي أئمة الجرح والتعديل في أدلتهم، لأنهم علماء والعلماء يستدل لهم ولا يستدل بهم، ولم نقلدهم في شيء بل اتبعناهم.